Mind if I talk to you for a few minutes? وليد احكي لك شي كلمه. طب على القليل اضحك لي ضحكه صغيره قبل ما اسافر يا حبيبي. اضحك لك؟ كيف بدي اضحك لك؟ انت رايحه ما بعرف لوين ولا كيف. انا لازم اروح مش انت ريم، بس وضعي ما بيسمح فل من البلد. بدك اياني اضحك؟ كيف بدي اضحك؟ وليد بكره بتشوف الله رح يفتحها بوجهنا، أحوالنا رح تتحسن كتير، رح تصير تتطمن عني وتجي لعندي كمان. تبع طمنيني بس نفسك. هطمنك يا كارو حاضر، أول ما نوصل هكلمك على طول. عايز تكلم لين؟ معلش أصلين دخلت الحمام. طيب يا حبيبي خلي بالك من نفسك، مع السلامة. يا بنتي فك التكشيرة بتاعتك دي، أنا خايف نطلع الطيارة تقلب من بوزك ده. بلا سؤال يا خالد، عم تخاف؟ ما تخافيش يا خلود، أنا بهزر، إن شاء الله الطيارة تقلب بينا. تعرفين أنا مبسوط قوي إن بابا وماما هيرجعوا يعيشوا مع بعض ده، واللي بسطني أكتر إن أنا السبب في الموضوع ده. وشو رح يتغير يا حبيبي؟ كل شيء رح يبقى مثل ما هو. أنتوا بمصر ونحن هون بلبنان، ما يكون إذا تجوزوا في شيء رح يتغير. اكتر حاجه بحبها فيك يا حبيبتي التفاؤل بتاعك. فك يا بنتي اضحكي، نفسي اشوفك بتضحكي بره. بتعرفي حالك خالص، بتعرفي. عارفه يا لين انت المفروض تعملي اعلان مع جون سنان عشان ضحكتك الحلوه اللي ما بتشوفهاش دي. اي ضحك ايه خير يا ام ابراهيم. صباح الخير يا غازي. جبت لك كاكي لريم مثل العاده، خبيها ما بدي منك مصاري. يلي بتحب الكعك سافرت. ريم سافرت، راحت على مصر لتشتغل 3 سنين. يلا يلا يا اسامة عجل شوي، جينا بضاعه جديده بدنا نخلص. عجل شوي، امتى وصل البضاعه؟ بعد يومين معلم رشيد. ليه ما تلفنت لهم؟ تلفنت لهم. بعدك هون؟ ما قلت لك اليوم لازم تروح ترتاح؟ شو قصدك يا نجيب؟ بضلي مستعجله علي هيك، ما خلصت الجرده بعد. اي جرده اي بلوط، وجهك اصفر ومش عاجبني. يلا روح تلقح لك شي شوي، وانا بزمط على الغدا وباخذ لك اكل. عملت لك بازيلا وروست وبتحبها كثير. يلا يلا. شو بدك يصير فيك ما صار فيك هيديك المره تغيب عن الوعي؟ انت مش بس ابن عمتي، انت عيلتي كلها، انت كل شيء اللي بهالدنيا. يلا. شايفين؟ كثير بتخاف الطيارة بس تقلع. يمكن اسمعك بيقول انه نحن دايسين بالطيارة قبل. ليك انجا ايدا كميون الخضرة تبع الضيعة. مش بعرف ليك بقوله. انا كلها على بعض هالسفرة مش مطمنتني. شو رأيك نقوم نضب كلاكيشنا هيك ونطلع الضيعة نعمل له مفاجأة؟
عالضيعة؟ بيكي حمي بيكي شي؟ أنا ما صدقت حشنت منها للضيعة، بدك ترجعي تطلعيني لفوق؟ ليه؟ طب ما ليه؟ ما بتعرفي تنبسطي؟ بدك تعملي حساب كل فشخة قبل ما تعمليها، مش عم بفهم. لا، بدي اعيش هيك على الهوارة مثل ما أنت عايشة. لك احكي لك شي كلمة؟ احكي لك شو شوي أنت؟ ليك مش قادرة، مش قادرة، مش قادرة، هيك واعية مبسوطة. رايحين لمصر عن جد؟ عن جد؟ ما تعتبروا إنه نحن رايحين نشتغل، نحن رايحين على مصيحة، رايحين ننبسط، رايحين نشوف الأهرام، رايحين نشوف أبو الهول. بكل عمري أحلم روح على مصر، بس عن جد مش مرتاحة. طيب شو بعمل؟ بعدين لايكي أنت قاعدة ومترنخة على عرشي، شو بدنا نقعد نعمل هلا؟ ما قاعدين هيك مثل أربع من الجمعة، مش مفروض نفوت لجوا حدا يجي؟ ما قالت لنا نجيبة إنه نقعد هون وننطر هيدا الزلمة اللي جاي من قبل إحصان، نسيت اسمه. جايب معه باسبوراتنا، بيجمعنا كلنا وطلعنا على الطيارة. ليش؟ نحن بنعرف نفشخ شيء هون بلا. لا، وينو هيدا؟ انطري اتبعوني بس يجي. انت؟ يي ليك هاتي؟ قومي قومي بيبي بيبي قومي قومي. لسان شو بدنا نعمل يعني؟ قومي نركض. عملي لك لفتين ثلاثة هيك في محل بوزة هوني. ايه معكي مصاري؟ قومي اشتري لنا بوزة. هلا ماما لا انا خلص معاش. ايه اسكتي لكين. طارو يا رب يوصلوا بالسلامة. استاذ احسان بدي كلمة منك وحدة بس تريحني. الصبايا بعرفهم من هن وصغار، هن ولاد ضايعتي وبحبهم كتير، وصاحب المعمل هون هو بقرابتي، أنا وياه ما عملنا عائلة. هلا بدك تفتحي لي إخراجات قد العائلة؟ أنا بس بدي تجاوبني على سؤال واحد حتى ريح ضميري. البنات في خطر على حياتهم؟ أكيد لا، يشكر ربهم بناتك رايحين على النعيم بدل ما هن مقبورين هون للنهار بمعاش تعطير. أنت لو بتعرفي مين البنات اللي رايحين معنا ما بتصدق، كلهم خريجين جامعات، مدراء بنوكي، مسؤولين بشركات، ورايحين. يشكر ربهم بناتك. طيب أنا ممنونتك. مثل ما اتفقنا الموضوع بينتهي هون، بيموت. بح. أوكي يا ست نانو. ما شال عيونه، شكله شي فيك وشي. خلص بعد ناقصنا هيدا كمان. لك انت شو ما بينظهر فيكي؟ ضليت عاملين لنا مشاكل وين ما نروح؟ انه منيح اللي فال وليد وقال لك انقبض. يا ريت كان بعد وليد هون، خليه يقبضه. مش تطلع خالد من راسنا. بنت انا عملت حاجه؟ انا ببص على الاشاره بعتي بشايفها مكشرة بالزبط زي يلا وينك؟ أنا عند خالد ناطرة البنات ليوصلوا. إن شاء الله بيوصلوا بالسلامة. حتى لو منك راضي على زواج من أشرف مرة تانية، كمان رافض إنك تجي تشاركني الفرحة. طيب على القليل قلي مبروك. أختي أنت بتعرفي إنه أنا ما بتمنى لك إلا كل الخير والسعادة والراحة.
مش نجمة اللي مبسوط منه ترجع ترتبطي بجوزك مرة ثانية. خيي خلاص ما بقى تحلل، اللي مبروك وبس. مبروك أختي، مبروك. لكن وين هدول اللي جايين ياخذونا من هون؟ وين باسبوراتنا؟ شو بك زبده هيك؟ بعد ما وصلنا على مصر تسيري ابو الهول. ما بعرف شو بني يا بناتي، بحس حالي مش مرتاحه ابدا. شو حاسه؟ ما بعرف هيك حاسه حالي وحيده على ضايعه على مش عم بفهم. دخلكم؟ هيدا اللي اسمه احسان وينه؟ مش هو اللي عملنا باسبوراتنا وورقنا وجابنا من لبنان لهون؟ ما عم بفهم، تبخر هلا؟ مش مهم، مهم نلاقي هيدا المرة اللي قالتنا عنها نانو. دخلكم؟ عن شو كان اسمها؟ انا رح اخذكم على البيت وامن على وجودكم هنيك، فالحقوني انتم شنطتكم. يلا تفضلوا، يلا صبايا، يلا. تأمرني بحاجة تانية يا كامل بيه؟ لا شكرا يا نور، بس قولي لسه شوقي يحضر العربية لأني خارج على طول. حاضر يا فندم. ما تمخزوني الارض صغير وما بقدر اخذكم كلكم سوا. صبايا كثير رح نتسلى اليوم من هون على بيوتنا مشي. سيارتها صغير. ايه وبكره بكره في شغل. ها ما تنسوا. سري بس متى كان هالباص ماشي؟ ايه مش شايفه انه الجوان كولاس تبع الباص معطل؟ خدي حبيبتي، خدي هالورده اعطيها لمرت خيي. يلا انتبهوا على الطريق. يلا ما تنسوا بكره. لا ما فيها تعمل فينا هيك كل مرة، كل مرة بينتزع الباص. إذا صار فرج
حبيبي. جبت لك يا ستي بناتك بالسلامة أهو زي ما طلبت مني. هاي حبيبتي أنت. أنت كمان. هاي ما مصدقة. بصي بقى، أنا أروح أجيب سمر من الشركة عشان أتابع بنفسي ترتيبات أحلى فرح لأحلى ست في الدنيا كلها. سلام. يا أحلى ببلد الحلوين. دخليك، ليه بعدت خالد يجيبنا من لبنان؟ ما يكون نحن ولاد صغار. دخيله هيدا اللي بده يكبر حاله قبل بوقت. لاحقة. أنا بالجامعة مام، أوكي؟ بلا هالحديث ولو، خلينا مبسوطين إنه أنت وبابي عم ترجعوا لبعضكم. شو بدنا أحلى من هيك؟ هيك بيحكوا. ما عندك شي تقولي لي؟ لا ما عندي شي أقوله. تعبانة وبدي أطلع نام. السهرة طويلة اليوم عشية. باي. ما تعت عليها مامي. هيدا لين بدك تتعودي. هلا خبرينا انت شو لابسه اليوم. ما رح اقول لك. وفجعه. وهي هي المفاجأة اللي خبرتكم عنها. ما فهمت شو يعني. هلا الأستاذ زكي رح فهمكم كل شيء. ألف حمد لله على السلامة. يا مرحب بيكم، مصر نورت. حدا في يشرح لنا شو عم بيصير هون؟ الأستاذ مدحت بيعتذر لكم، بس النهاردة مش هيقدر يتقابل معاكم عشان بيخلص بعض الأجراءات في أوراق المصنع. يعني بالكتير قوي 6 7 8 9 10 أيام وهيكون كله تمام. قصدك إنه نحن جينا لهون قبل ما الأستاذ يفتتح معمله؟ يعني جايب موظفين من بلد لبلد وبعد المعمل ما عنده رخصة؟ إطلاقاً، ده ظرف طارئ. أنا نفسي اتفاجئت بيه، بس يعني مش هقدر اقول لكم غير سوري. انا اسف. طيب نحن هون وين حبايبي؟ انتوا هنا في بيتكم، هتبيتوا في الفيلا دي. كيف نحن رح نسكن هون؟ ليش؟ ما فهمت. بكره الاستاذ مدحت عازمكم على عشاء ان شاء الله، وهيجاوب لكم على كل الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها له عشان تطمنوا. اوكي. لا إذا بتعملوا معروف، خلينا نفهم هلأ شو عم بيصير. أنا رح فهمكم كل شيء. هاي الفيلا بيملكها صاحب المعمل، بس هو ماله ساكن فيها. وعلى فكرة المعمل ما بيبعد عن هون غير بس 6 دقايق بالسيارة مو أكتر. صاحب المعمل تكرم عليكم ورح يخليكم تسكنوا كلكم مع بعض بهذا المطرح. يعني مثل ما لكم شايفين، مكان آمن والعالم كلها حتكون بخدمتكم. لا تقولوا لي إنه بقية العمال ساكنين بهيك مسكن. بفهم انه رح نسكن 3 سنين بفيلة الاستاذ؟ بعد ال3 سنين هتطلبي تقعدي 30 سنة من الراحة والخدم اللي هتلاقيهم بيلبولي كل طلباتكم. يلا صبايا هلأ رح يدلوكم على غرفكم. اوكي؟ تفضل حبايبي. طب وباسبوراتنا وين؟ أنا برأيي تطلعوا على غرفكم ترتاحوا شوي ومنجتمع الساعة 8 على العشاء. هند عايزك في كلمتين. ليك ما القصر بشايفك لك شو حلو؟ صراحة أنا خايفة كتير. الوضع أبداً ما بيطمن. شو يعني ما بيطمن؟ ليك عم قلك ليك ما القصر لك شو كبير؟ وعنا مسبح كمان، ولا كأنه عايشين بحلم. حبيت الله يستر ما نكون عايشين بكابوس، كابوس وما نعرف نطلع منه.
شو قصدك ليه؟ لا يا ماما انت لسه ما لبستيش لغايه دلوقتي، بقول لها ثلاث اربع ساعات المفروض نبقى هناك. بقول لك ايه، البس دي ولا البس دي؟ دي حلوه قوي، جمالك انت جمال حبيبي، عبال ما افرح فيك يا رب. لا انا خلاص كبرت على الحاجات دي، اهم حاجه اني بشوفك بتتزفي على ابويا من جديد. انت كبرت وانا شو؟ عم بتجوزني لبيك مره تانية؟ معقول؟ غريب غريب انت يا صبي، ما بتشبه حدا بهالدنيا. اهم حاجه ان الواحد يبقى شبه نفسه بس. بقولك يا ماما، انت لسه بتحبي بابا زي الاول؟ ما بعرف اذا زي الاول، بس انا بعدني بحبه كتير. من اليوم اللي تعرفت عليه لهلا ما حبيت حدا غيره، حتى لما كنا مطلقين 7 سنين طلاق، بس انا ولا يوم حسيت حالي اني ماني مرتبطه، ماني مرتبطة بهالرجال اللي هو اسمه بيك. عشان كده أنا عملت المستحيل عشان ترجعوا لبعض تاني. هلا هيدا أنا إحساسي، ما بعرف شو إحساسه تجاهي. أنت مش قلتي إن قال لك إمبارح إنه بيموت فيكي؟ هيك قال. مهم اللي يكون عم بيقوله حقيقي وصادق. طب بذمتك أنت، في راجل في الدنيا ما يحبش واحدة زي القمر زيك؟ يلا يلا عشان نلبس. تارا را را تارا را را لا 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 لا. شو بك مثل الطلطميه؟ صحتيني لشوف هون. احيا المقطع طلع. سعيده يا جماعه. سعيده اسمها جيبه. وين عم ابراهيم؟ يا حجوه بالاوضه. هي مش عارفه شيء عن ريم. هيك الهيئه. تح تح انت وكفي لي درسك. شو يا ام ابراهيم؟ دفنت الكريم؟ دخيلك دخيلك يا نجيبه، قلبي عم بيوجعني، البنت ما تلفنت، ورامي رح سأل عن سوها وانت مايت، ما حدا منهم تلفن، ليش قولك؟ ما تخافي رح يتلفنوا، انت عايزك شيء؟ انا ما بدي شيء، ما بدي شيء ابدا غير اطمن على بنتي. شايف البنات مبسوطين؟ على رب على الله. شو بنات فتلتوا بالمكان؟ نورين. حبيتوا غرفكم؟ ايه كتير. إذا بتعملوا معروف بدنا تليفون لنحكي مع أهالينا نطمنن علينا. هلأ ما في تليفونات، مو شغال. لبكرة أدمع
مش مشكلة، ننزل على الطريق من تلفن من الشارع. حبايبي اسمعوني بس كلمتين عشان نبقى ايه متفقين، انتوا هنا كلكم نازلين تحت مسؤوليتنا، فمفيش واحدة تقدر تروح ولا تيجي الا بموافقتنا، يعني مش هتخرجوا ولا تدخلوا غير ما احنا نوافق ونقول لكم حاضر، وبعدين كلها سوادي الليل يا اولاد، والاستاذ هيجي وكل اللي في نفسكم فيها تقولوا له وتفهموه. بس انا ما عم بفهم ليه ما بتخلونا ننزل دق تليفون لاهلنا؟ لانه الكونترا اللي انتم مضيتوا عليه لسه ما صار شرعي، بس لحتى يتثبت وكل الامور تصير منيحه فانا قطعا رح اخذكم وين ما بدكم. شو قصدك يعني؟ رح تحبسونا هون كم يوم؟ هلا هون حبس؟ انتوا بعمركم شفتوا هيك فيلا من قبل؟ بلشتوا تتكبروا علينا؟ ها؟ بدنا باسبوراتنا. حبيبتي باسبورتاتكم كلها خدتها هند عشان بكره نبعتها السفاره وتعمل لكم الاقامه والاجراءات القانونيه. يلا باي. نفهم انه نحن مخطوفين مش هيك؟ خلاص بليز خلاص ريم. انت مجنونه يا ماما؟ انت اكيد مش فاهمه انت بتقولي ايه. انتو زعران وهذا الشيء واضح، انتو عم تضحكوا علينا كلنا. نحن بدنا باسبوراتنا هلا، والا والا ايه يا كتكوته؟ كملي. والا ايه؟ والا بدي صرخ كل الليل وبدي لم عليكم القاهره كلها يا زعران يا كلاب. اعطوا لي البنت دي يا كلاب يا كلاب. رجعوا يا امي، قبلك يا امي يا مجرمين يا كلاب. انت بتقولي ايه؟ كلب؟ مين اللي كلب يا بنت؟ انا اسف يا ولاد، بجد انا اسف، بس انتوا مش عارفين عوائدنا في مصر هنا. مفيش ست بتشتم راجل. يعني ايه ست شتمت راجل؟ انا ما انا مش جاي اذيكم، ده انا جاي اطمن عليكم والله واشوف طلباتكم ايه، محتاجين حاجه، فارجوكم ما تزعلوش مني، ارجوكم، وانا اسف كمان مره، سامحوني. اوكي؟ طب ما دام كل شيء طبيعي وكل شيء مظبوط هون، لشو ما بتخلونا ندق لاهلنا؟ ولشو موقفيلنا حراس على الباب؟ ايه لا يا حبيبتي مش حرس، دول بيحموكوا. اصلا انتوا مش فاهمين، انا مش عارف، اوعي تزعلي مني على القلم. هنا عندنا حاجه اسمها عبد الروتين، الورق بياخد اجراءات. احمد حلمي بيستلم الورق ويدبسه، بيديه لعايده تراجعه، بالعايده بتديه للشيخ رمضان علشان يختمه ويدبسه، الشيخ رمضان بيوصلنا في الاخر لرمسيس بيعتمد الليله دي كلها وبيسلمك الورق. يعني ماكسيمم كده تقدري تقولي 7-8-9-10 ايام بالكتير قوي. وبعدين انتوا هنا قاعدين مرتاحين تحت امركم الخدمات، وحمامات مقفوله تستحموا براحتكم. شو قصدك يعني؟ انه نحن بطريقه غير شرعيه هون؟ غير شرعيه؟ استغفر الله يا جماعه، غير شرعيه ازاي؟ انا اللي بطلبه منكم بس سواد الليل، اصبروا عليا لبكره وكل اللي انتوا عايزينه هيتحقق لكم، وهتلاقوا الحياه هنا زي الفل، ما تقلقوش من حاجه ابدا. وصدقوني بعد ما تشوفوا معاملتنا هتندموا على كل كلمه قلتوها في حقنا، زي ما انا ندمت ان ايدي اتمدت عليكي. وبكره بالليل مدحت بيعمل حفله على شرفكم عشان بيفهمكم على كل سؤال عايزين تسالوه عليه وتطمنوا. في اكتر من كده حاجه بقى؟ يلا اشوفكم بكره على خير. باي باي. بدكم تروقوا شوي. بكل الأحوال هلأ رح نقعد قدام البيسين نشرب كاسة شاي وفهمكم على كل شيء. أوكي؟ بنات شايل الكل بسرعة.
بأحلى مكنة بيض لأحلى شاب في الدنيا. مش عارف كيف بيشيلوا المال ده نفسه كله. ابنين؟ هيك بدك تضلك طالب يبوز على 3 سنين؟ لا أول بنت ولا آخر بنت بتشتغل. حاسس حالي ظلمت أمي. ليش عم تقول هيك؟ كان لازم خليها تسافر. أنا الرجال. أنا اللي كان لازم سافر وطلع مصاري مش هي. والفرصة إجت إلها هي مش إلك. مشكلتك كيف تجي الفرصة؟ ما هون المشكلة. مبلغ حرزان. قديش تقريبا؟ على 3 سنين 108,000 دولار. حرزانين. مبلغ حرزان أمي. عملت لكم أطيب فناجين شاي. تفضلوا. تفضل يا قمر. يا كربوشة أنت. الحلوة. على فكرة أنتوا بالذات بنات كثير مميزات عندي. ريم ليه ما عم تشربي الشاي تبعك؟ ما لي نفس. غريب قديش هيك إنسان ما عنده ثقة بحدا. أنت هيك على طول؟ أنا أخذ الحس السادس من أمي. حس بالخطر قبل ما يجي لعندي. وأنت معتبرة إنه نحن خطر عليكم؟ حس أني علقت بإيدين عصابة. ما بعرف على عصابة شو بدها مني لهلا. بس أنا متأكدة إنه في شي غلط بهالقصة. عم تقولي كلام كتير قاسي ريم، بس معلش أنا رح أتحملك. بتعرفي ليه؟ لأنه بعرف قديشك خايفة. يعني طبيعي بنت ما لها مسافر قبل هالمرة، ما عندها خبرة بالحياة، ما لها متعلمة، طبيعي تخاف. بس بكرة رح تكتشفوا قديش كون غلطان. إن شاء الله يا رب. بس لو بتخلونا نتلفن لأهلنا أكيد بينهم بكون مشغول علينا. من هالناحية ما تعتليهم. زكي من وقت ما حطت الطيارة بالمطار اتصل بأهليكم وطمنوا. بكل الأحوال بكرة رح تتصلوا فيهم وبتحكون على رواق. خي؟ طب ما قولوا لنا هيك من الأول. أنا ما عندي حدا نتلفن له. ما حدا مشغول باله علي. سوها أنت ما عندك أهل؟ خي ومرته. بس بيكونوا نسيوا أنه سافرت اليوم الصباح. هلك يكونوا نسيوا اسمي كمان. انت شو شغلتك الاساسيه ست هند؟ فيك تقولي اني انا مديره اعمال المتحبك، يعني ايده اليمين. بعرف الشارده قبل الوارده، الصغيره قبل الكبيره. شو ارتحتي؟ شو قولك انت؟ انا بدي استاذن منكم، بدي روح نام. بومي Thank you.
عملتها مجنون. اخيرا اقنعت ابوك وامك انه يتجوزوا تاني. عقبال حضرتك انت وسعاد قريب ان شاء الله. لا انا مش عايز. ومين قال لك يعني ان انا عايز؟ ميزه بس بجد برافو. تلميذك بقى بوب. لا انت مش تلميذ، انت ابني. ضرب 3 108 $108,000 عم تصعبي معي. وين؟ ايه واذا الشغل ما طلع منيح؟ الشغل ما طلع منيح يعني اللي بيسمعك بيقول هون غير هونيك، ما خياطه بخياطه وقماش بقماش، شو بده يكون؟ ايه مين بيهتم بامك يا شاط؟ خليني خبرك هالخبريه الصغيره. بيهتم بامري يا شاطره ان مصريتك معلقة يعني 108,000 مش عاطلين. على قليل امك بتصح وهاش تاخذ لي ادويه من المستوصف بالين وما بيسوى. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ايه عايشين ومبسوطين وما احلانا مكنكنين على بعضنا والحمد لله صحتكم منيحه، شو بدك غير هيك؟ خليكي معنا حبيبتي، ما تفلي، الله يرضى عليك. ايه قوم فوتني بدخيلك انت، اصلا اليوم ما رح اخذ قرارات، انا بلا وليد خطيبي ما باخذ قرارات، هو خطيبي هو اللي بقرر معي ماشي ولا مش. اكيد مش. ماشي ولا مش؟ قوم فوتني يا سوسي، يلا يلا. 108 ماشي ولا مش؟ ده بدي انطر بعد يا ست نانو. خلص لقيت الفكرة، عرفت شو بدي احكي مع البنات، ما تعطى الهم، والهيئة ثلاثتهم رح يقبلوا. كويس كويس. والخبرية الحلوة انه اليوم من بعد ما فليت قعدت انا وياهم على الغدا وتسيرت معهم. ثلاثتهم يأسنين من الوضع. سهى ما عندها عيلة وعايشة مع خيا ومرته اللي منجدت لها حياتها، وماي ماي لازم تشتغل حتى تجمع مصاري لأنه أهلها فقرة كتير، وريم ريم خاطبة وخطيبة ميكانيسيان وضعه عقده، يعني بدهم شي 100 سنة حتى يقدروا يتجوزوا. المختصر المفيد تلاتتهم عدمانين العافية. عظيم. يلا على السريع صور شمسية وكل المعاملات لنعمل باسبورات إن شاء الله مثل ما الله بيريد. لشو؟ عشو مستعجلة؟ خليهم معك تتنشط لبكرة. أنا مش فاهمة البنات لحد دلوقتي ليه؟ أخدت أكتر من نصهم والباقي لسه ما أجت الفرصة. فرصة إيه يا هاني؟ أنت مستنية لما يكتشفوها؟ يعني كيف بدهم يكتشفونا وهن مخبعين بجيب سري بقلب الشنطة؟ بقول لك إيه يا هاني؟ شغلانتنا دهيت الغلطة فيها بفورة. بكرة الصبح والبنات بتفطر تنزلي تخلصي الموضوع ده تماما. كلامي مفهوم؟ طب خلاص خلاص. حاجة تزعقلي.
ما انت تصرفاتك وطولك اصلا بينرفزوني. بقولك ايه يا هند، بكره الصبح تديني التمام انك خلصت الموضوع ده. سلام ماي. ليه ما حدا رد؟ انا كيف بدي اطمن؟ الو رشيد، فيك تجي لعندي شوي عايزتك؟ شو انت بعدك معصبه؟ ليش هيك ضحك يجي شوي أنا كتير مبسوطة، تعرف ليش؟ لأني مرقت بتجربتين بحياتي واثنيناتهم كنت أنت بطلني. وأنا أسعد واحد في الدنيا عشان اتجوزت مرتين في حياتي والمرتين أنت العروسة. غريبين نحن مش هيك؟ تفتكري إيه؟ ما كناش اتطلعنا السنين الطويلة دي وبعدنا عن بعض، كان ممكن نقضي ليلة جميلة زي الليلة دي. ما بعرف، عم تسألني عن شي ما عشته، بدي خبرك عني عم بعيشه هلا. يا ريت. حاسة ليلي انه حبي لك غريب عن جد. من بعد سنين زواج ومن بعد ثلاث اولاد صاروا صبايا ورجال، ومن بعد سنين طلاق ومشاكل ما بتنعد كتير كتير، حس حالي عن جد اني عروس. عروس صغيرة صبية خايفة، بديك تحميها وتحبها كتير. وحشتي قوي. يلا يلا. ما قلتي لي نجيبة بعتي وراي اخر الليل حدا بشي؟ لا لا ابدا ولا شي. لك كيف ولا شي؟ ما تكوني بعتي وراي لتشربيني قهوة مثلا. كنت عم فكر فيك، عرفت انك زعلان لانه الصبايا تركوك وراحوا يشتغلوا برا، قلت منتوينس سوا لانه انا كمان كتير استفقدت لهم. انا ماني زعلان انهم راحوا يشتغلوا برا، انا زعلان انه عملوا كل هالشي من ورا ظهري. ما بحياتي رفضت لهم طلب، وخصوصا ريم، يعني رب العمل لازم يكون ظالم لحتى موظفينه ما يغدروا فيه. حاجة تكبر القصة كرشيد، البنات اجاهن عرض بياخد العقل 3000 دولار بالشهر، شو بدك يعني يرفضوا هالنعمة؟ انا ما بدي شي ولا بقى بدي جيب سيرتهم، الله يسعدهم ويبعدهم. بس هن فلوا زعلانين لانك انت ما قبلت تودعهم. نجيبي بعتي وراي بهالليلة تسميلي بدني؟ انا بكره رح جيب بدالهم وانساهم. نامي وخليني روح نام، بكره عنا شغل. تصبح على خير. مش طبيعي تكون بعد ما تلفنت، رح يطلع الضوء. فوتي فوتي لجوه بلا فلسك، فوتي اعملي لنا ركوة قهوة. قالت لي بس تغط الطيارة دغري بدها تتصل فيني تطمني. لا تواخذوني مواعيدكم لهلا، بس قلبي عم بيوجعني رح يطلع من مطرح. كان لازم تاخد معها تليفونها، على ليلي كانت بعدت منه رسائل. كمان سهى وماي ما اخذوا ارقامهم معه. شو بدهم فيهم يا عمي؟ ما رايحين فترة طويلة، بكره بيحترقوا. أنا هو تأخروا بالمطار أو شيء، وبكره بكره بيشتروا تليفونات وبيطمنوني. أنت أكيد يا صبري رحت عند أهلها لسهى؟ عم تكذب وما لك جلابة. وحياة الله سألته. طيب يا جماعة، ننطر على بكره وإذا ما اتصلت نشوف شو بنعمل. بدي أنا بعد بدي أنطر لبكره. شو بكي؟ ما بيصير كرمال قلبك، شو بتعمل حركات؟ أنا رح أمشي، مننام وعلى بكره نشوف شو بنعمل. ويلي بالتلفن له ريم أول شيء، بيتصل بالتاني وبيطمنه قد ما كانت الساعة. ماشي؟
تصبحوا خير. انت من اهلي. انت من اهلي. رانيا ما صارت هالقهوه؟ انت بشو بالك؟ يا دلي عليك يا بنتي ويك. الف الف مبروك. بس زي القمر والله. طب تخيلت تربيت ايدك بيعمل فرح لابوه وامه. عايز يجوزنا واحنا في السن ده بذمتك مش جنان. على فكره ليلى يعني تستاهل انك تتجوزها 100 مره مش مره واحده بس لو تقدر. الله 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 الله. وبعدين معك يا كامل. انا طلبت عصير واقفين على الشط. انا ما عبالي شيء. لك هالبوم الثاني ولك قومي شو صح صح ليك هون قاعدين بقصر. انا بدي هيدا لونه حلو. دورك. الو الو ماما انا ريم. ريم حبيبتي اشتقت لك يا حبيبتي. البيت فاضي من دونك. البيت فاضي من دونك يا حبيبتي. انت اللي حبيبتي عم تنتبه على حالك إلي كتير. ما تخافي علي. المهم انتي خبريني كل شي منيح معك لحد هلأ؟ كل شي ماشي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب ليه طولتي لحكتيني يا حبيبتي؟ عايز أول مركب الطيارة أنسى كل حاجة في الدنيا بفتكرش غيرك انتي وبس. أول ما وصل بيروت عايز أقعد 3-4 أيام كده في هدوء. معرفش حل جدينا بينا انا حبيبتي بس هفضل حبيبتي 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 حبيبتي. والله البيت كان مضايق من غيرك يا بلاي. حد وحشينا موت والله. روح ترجعي بألف سلامة يا رب. الله يسلمك. سلامة مع ألف سلامة. حبيبة أمها دي ريم بحبها. ليكي أنا اليوم نهاري كتير منيح ما تفقسيني. ناقصني أنت. يا أهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا. أم إبراهيم صحيح ريم تلفنت وطمنتيك؟ مبلا من عبكرة. وما بتقولي ليه؟ تعرفيني بالي مشغول عليها. ما خطر عبالي. وليه بده ينشغل بالك عليها؟ ولو شو كل هالقد أنا عاطلة؟ لا ما بقصد بس ما كنت عارفة إنك بتحبي ريم هالقد حتى ينشغل بالك بس هيك. وبخاف عليها كمان هي والصبايا. شو بك يا ام ابراهيم؟ ما عشرت عمر انا وياهم بهالمعمل. شو هيك بدنا نضلنا واقفين مش رح تسقيني فنجان قهوه؟ تفضلي تفضلي نشرب قهوه على شرف ريم. Hi, Nicole.
بنات ايه؟ 100%. ليكن هلا هنن عم يلبسوا ويتحضروا لاني انا خبرتهم انه العشاء مع صاحب المعمل وشركاء. وبعدين؟ ايه مالك خايفه؟ شو انا اول مره بعمل سهره من هذا النوع؟ بكل الاحوال انا رششت شويه بنات بيناتهم، هن رح يتصرفوا. برافو. النهارده في فلوس كتير. قري بقى. لا اليوم اول يوم ما تنسى. بالحق انا لميت الامانه من شاطي بنات. فكرينا خدهم وانا ماشي مع الرجاله. حطيهم في المخبأ زي ما قلت لك. عيب. انا تلمستك. احبك يا هن. يلا بينا على السهره. تاني كامل بيه؟ لا ألف. ايه اللي بتعمله ده؟ انت بتشرب سيجار؟ بقولك ايه؟ بلاش نكت، ما تعمليش بيها قبل النظرة. لا اله الا الله، انت مش الدكتور قايلك ما ينفعش تدخن اساسا تشرب السيجار؟ انا عامل زي القطط بسبعة روعة. والله انت مجنون. مجنون مجنون بس عايش. كلكم بقى وفرح امبارح ده كوم تاني. صدقي بقى الراجل ده طلع جدع جدا. الناس بعد ما اتطلقوا 7 سنين يعملوا فرح ويرجعوا لبعض. يلا الحب بقى بيصنع المعجزات، اللي عايز يتجوز يتجوز. ايه اللي هي نفس الضحكه اللي طول عمرك بتضحكا لي اول ما اجيب لك سيره الجواز. اسمعي يا سعاد، زمان لما حبينا بعض كنت انت لسه داخله الجامعه في سنه اولى وانا كنت معيد، قدامنا المستقبل واسع ومفتوح، ومع ذلك ما اتجوزناش. حتى انا دلوقتي بعد العمر ده كله وانا وصلت للسن ده نتجوز؟ وماله يعني ايه السن ده والكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي اكبر منك بيتجوزوا وبيخلفوا كمان. بعدين ما انت زي القمر اهو. قمر؟ قمر بالستر. بقول لك ايه يا بنت انت؟ بلاش تعملي عليا الحبتين دول، مش هيخيلوا، ده انا مربيكي. ها طبعا قمر، وحشتني كمان. وانت كمان وحشتني. طب معقول انت اللي ما في صدر تحت؟ حروره كتير وبطنها بتوجعني، مش عارف يمكن تسممت ما اكلتش ايه. ليه يا حبيبتي؟ اكله كشري؟ طب عملت لحمة صحن. قولي لي مش جايبلك شيء؟ ما اكلت شيء، ماما عطتني شطه ادويه بس خدت وحاسه حالي مش قادره اوقف شيء. طب ليكي شو رح يصير؟ رح ننزل انا وريمنا تحت نشوف شو قصتها السهرة ونرجع نتكلم. اوكي بس متأخر ومي. ما رح نتأخر، نامي شو ارتاح. أولاً يا فندم أنا آسف جداً علشان جيت لحضرتك بدون تحديد ميعاد سابق، بس يا فندم الأمر على درجة عالية جداً من السرية علشان كده جيت لسعادتك بنفسي. يا بقى قومي حسينة حيشك ملاقة بهالتخلط. بعرف أنا مرتاحة لهالعشاء. طب ليكي نزلت انت لتحت وشفت مين فيه؟ لا انت مش طبيعيه. لا ما نزلت شفت مين في تحت، بس تند قالت لي انه في صاحب المعمل ومرته وشركائه ونسوانه واصحابه وبادي جاردي، لانه هدول العالم ما بيمشوا الا مع بادي جاردي. اصحابي منين؟
ريم شو بكي؟ شو قصتك متشائمة هيك؟ أنا كمان كنت خايفانة، بس أول ما وصلنا لهون عن جد خيرت نفسيتي. إذا عن جد هيدا النعيم اللي بدنا نعيش فيه، يعني بيكون الله فتح أبوجنا. هلأ بشرفك طلعي حواليك شوي، هيدا عيشة، وعيشتي مع خيي ومرته الشريرة عيشة. معك حق، لهلأ الظروف تمام، ما حدا بيغنيكي عن أرضك وناسك، ولا حدا بيغنيكي عن ذكرياتك. أنت عم تحكي هيك لأنه عندك بيت وعائلة وحبيب. إيه أنا حبيبتي ما عندي شي. يلا قومي قومي يلا قومي خلينا نشوف معي قبل ما ننتهي. الفيلا فندم مأجرينها أسبوع كامل، والفيلا دي أصلاً للإيجار القصير. صاحب الفيلا فندم واحد مش مقيم في مصر، ودايماً بيأجرها للسواح العرب والأجانب اللي بيبقوا وافدين لمصر مدة قصيرة. والمرة دي بالذات يا فندم أجرها راجل مصري اسمه مدحت سري. ممكن الاسم ده ما يكونش اسمه، بس يا فندم لحد اللحظة دي احنا الراجل ده ما نعرفلوش أي أثر، لأن الراجل ده بالنسبة لنا شبح ملوش أي وجود. أنت متأكد إن الهدف بتاعك هناك؟ آه طبعاً يا فندم، لأن يا فندم الهدف من ساعة ما دخل الفيلا بالعربية هو ما خرجش، وإحنا مراقبين جميع مداخل ومخارج الفيلا بشكل كويس جداً. يعني من الواضح كده إن هيبقى فيه سهرة كبيرة جداً في الفيلا النهاردة. وتحرياتنا السريعة يا فندم بتقول إن في مجموعة كبيرة جداً من البنات وصلوا للفيلا امبارح، والمجموعة دي نزلوا بشنطهم وحاجات تانية كتير. البنات دي يا فندم وصلوا لحد باب الفيلا بالباص ونزلوا كلهم دفعة واحدة، ودلوقتي يا فندم المعازيم كلهم جوه الفيلا. وزي ما وضحت لسعادتك من شوية إن إحنا كنا مراقبين الهدف ومتتبعينه هو بنفسه اللي وصلنا للفيلا دي، وعلى العموم إحنا محصرينهم كويس جداً وملهمش أي منفذ للهروب. وثقت مع مباحث الآداب؟ آه طبعا بالتأكيد يا فندم. أديك إذن النيابة. شربوا ايه؟ شاي. شاي؟ هاتلي شاي. شاي. بدي اسالك سؤال ستند، استاذ صاحب المعمل مين بيكون موجود هون؟ طبعا ولو اكيد موجود، ما هو صاحب العزيمه، بس ليكو هو برا عم يعمل تلفون. كمان
ايه؟ شو دخل؟ شو هيدا اللي عم بيصير ست هند؟ شو في ولا شيء طبعا، ليكي رقص فرفشة بسط ولو ولا شيء سهرة عادية. ابراهيم قصات غير شكل هيدا يعني، واخيرا صار فينا نشرب كباية شاي على الرايق وانت مبسوطه. كيف ما بدي اكون مبسوطه وانا سمعت صوت بنتي ريم وطمنتني عنها. والله للصراحه يا امي انت مش قاري حدا بهالبيت الا ريم. شو هالحكي، انتو كلكن اولادي وبحبكن كلكن مثل بعض، بس ريم بيوجعني قلبي عليها لأنه تحملت الهم بكير معي، وكل ما بتطلع فيها هيك وبشوفها مثل الوردة المفتحة بحزن، بحزن على الشقة اللي هي فيه واللي بعد رايحة تقضيه بالغربة كرمالنا. يلا غني غني. نسمع نينا شرب الشاي هلا بساعة. هربي يا زهر هربي. الله يسعد بيك يا أمي، يا أمي ويني، يا أمي ويني. حبيبتي مالك ما بتاكليش ليه؟ يعني انت عاوز تقسم وقتك ما بين هنا وبيروت وتقول لي مالك ما بتاكليش ليه؟ يا بنتي اخواتي محتاجيني ومستحيل اتخلى عنهم، وبعدين انا حسيت من مكالمه خلود اختي ان الواد اللي معايا في الصيدليه ده حاطط عينه عليه وانا ما عجبنيش الحل. طب وانت مالك؟ باباك هو المفروض يهتم بالحاجات دي مش انت. يا بنتي بقول لك اختي اختي، وانا بكلمك عن واحده غريبه. خالد انا خايفه اخسرك. تخسريني ايه بس؟ هو انا رايح احب ببيروت؟ انا رايح اخد بالي من اخواتي. بعدين انا مش فاهم اوي ما قعدت كده وانت قاعده تحبي فيا. وانت مش شايف احنا وصلنا لفين؟ انا بقالي اسابيع مش عارفه اقعد معاك ولا اتكلم. في الاول قلت عشان فرح باباك ومامتك، بس دلوقتي انا مش شايفه بقى فيه سبب. باباك ومامتك سافروا شهر العسل واخواتك كمان سافروا، يبقى فيه ايه؟ سمر يلا قومي نروح. لا ما تتعبش نفسك، انا عارفه طريق البيت كويس. حد قال لك انك قاعده مع واحد بالياط؟ استني ما اوصلك. لا Thank you.
ساب لو سمحت. تماماً. وين بدنا نروح؟ ما تعرفي أنا مستأجرة بيت هون قريب. هلأ منروح من هناك يوصل الصبح ربع. بليز خلينا نشوف ما يريم بكرة. بليز. تنسيهم عم قلك وإلا بدك تصيري مثلهم. واتهمة دعارة ومخدرات عم تفهمين؟ دعارة ومخدرات. صوتك يا بنتي شمت فينا. شمت فينا يا بنتي صوتك. بدي أروح على لبنان هلأ. هلأ بدي أروح على لبنان. روحي على لبنان. بليز بدي باسبورك. رح أعطيكي باسبورك ورح روحك أنت ورفقاتك وأخلص من همك وهم العمى. أقول لك بيكونوا عارفوا فيي. عندك إيه الليلة يا مجة؟ تضربي شو نحس أنت ورفقاتك. يعني ايه البنات رافضين يعيشوا في مصر؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انت متصور ان خالد عمل ده كله ورجعنا لبعض علشان سواد عينينا؟ لا يا حبيبتي، خالد عمل كده علشان حلمه انه يلم شمل الاسره. يا سلام، ايه الضحكه الغريبه دي؟ ابدا، بس انا كنت حاسه انه زواجنا ما رح يغير شيء لا بحياتك ولا بحياتي. كل اللي عم بيحلم فيه خالد صعب يتحقق. لين ما بدها تجي تعيش بمصر ولا ممكن تقبل تترك جامعتها. خلود مبسوطة كتير باللي عم تعمله بالصيدلية ببيروت. على العموم أنا ليا كلام تاني معهم، وأنا متأكد إن خالد مش هيسكت. طيب تنشوف تنشوف شو فيك تعمل أنت وخالد. كل حاجة بتيجي بالتدريج، وبعدين انت ممكن تساعدينا. يعني لو وافقتي انك تيجي تعيشي معايا في مصر، الولاد مش هيقدروا على بعدك عنهم. فهمت؟ فهمت بقى فتك ليه انا ما اتجوزتش؟ عشان ما حدش ينكد عليا. اديك لسه انت وسمر على البر اهو، ومورياك النجوم في عز الظهر يا حلو. دي حاجة تقرب بصراحة. لا، وأنا قلت أخرج معاه عشان أغير جو وهدي أعصابي. عكننتني وفورت دمي. مش عارف أعمل إيه بصراحة. ياه، بقالك زمان قوي ما جيتش وفضفضتلي كده. الظاهر إن الخروجة دي كان ليها تأثير سيء قوي عليك. الموضوع بالنسبة لي حياة جاية. قرارات مهمة عايز أخدها مع سمر ومع إخوات البنات. نفسي أعيش مبسوط وأحس بالاستقرار. كان غيرك أشطر. ما أنا قدامك أهو. لا حد متجوزه ولا اولاد ولا ليا حد قدامي ولا ورايا، ومع ذلك برضه مستعيد. عارف، يلا هسيبك بقى عشان تنام شويه وترتاح. انام شويه ايه وارتاح ايه يا جدع انت؟ هو احنا فراخ؟ اقعد اقعد بس اقعد يا بوب. ما ينفعش، لازم ترتاح شويه. ارتاح ايه؟ ما انا عامل زي القرد قدامك اهو يا راجل. العمر واحد والرب واحد، في ايه؟ لبنان اجدع ناس، انا بقى محسوبتك زيزي.
لا ومش اي زيزي، زيزي قول العيب. مالك يا حلوه كده؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا هنا المعلمه بتاعت القعده دي كلها وتربيتك على ايدي. ما تخافيش يا اختي، انت بتترعش كده ليه؟ انت اول مره تخشي التخشيبه؟ طب انت ممسوكه اداب؟ طب مخدرات؟ ايه القرف ده؟ انت منين يا بنت ومالك يا بنت ما تترعشيش كده؟ طب ما تخافيش يا حبيبتي، انا بقى ان شاء الله هعلمك كل حاجه. بتروحوا 3 سنين وبترجعوا مزنكلين ومع في المصاري. شو هن 3 سنين؟ عم بيمروا مثل 3 ساعات. ايه بس بعد ما فهمنا، شو هي الفرصة الذهبية؟ كونترا. كونترا 3 سنين، فيكم تمضوا كل سنة بسنتها، وفيكم تمضوا أول 6 شهور وبعدين بتجددوا. وظيفة بمعمل حرير وارتيزانال لرجل أعمال لبناني عايش بالقاهرة. الزلمة بده 20 موظفة حتى يشتغلوا على المكانات. عم بنقي من كل معمل 2 3 حتى يفتح الفرصة للكل. رح يعملوا لكم دورة على المكانات وتشتغل، وكل شيء مأمن، أكل شرب ومنامة، وفوق هيدا وكله معاش $3,000 بالشهر. ايه 3,000 دولار. استاذ احسان رح يمضيكم كونترا ويسوقركم، وما بتمضوا قبل ما تتأكدوا من كل شيء، مفهوم؟ طب وانت ليش عم تعملي هالشي من ورا ظهر الاستاذ رشيد؟ لانه اذا عرف انه انا السبب وانه المعمل رح يخسر 3 بنات شاطرين وعندهم خبره والله بيزعل مني، وانتو بتعرفوا انا وياه مثل الاخوه. بس ما بدي ضيع الفرصه عنكم، والله حرام. كل وحده منكم عندها 100 ضربه سخنه وناطره هالكونترا بجنون وبدها فرصه من غيمه. يلا يلا اسالوا اللي بدكم تسالوه، بس بليز قبل الضو بدي الجواب، لانه لازم نعمل الباسبورات من هلا ليومين لازم تصيروا بالقاهره. انا ما عندي حدا نساله، من هلا عم بقول لك بمضي على 3 سنين، بمضي على 10 كمان، بركي بخلص من هذا القرف اللي انا عايشه فيه. انا ما فيي، بدي اسال امي وبي بالاول وبرد عليك الخبر بكره. وين تري؟ أنا لا، أكيد لا، ما فيني روح وأترك أمي المريضة، بعدين خطيبة وليد شو بعمل فيه؟ بتركه هيك وبفل؟ سافري حبيبتي سافري، حتى أمك تبطل مريضة وخطيبك يبطل خطيبك ويصير جوزك. مهم بكرة قبل الدو بدي صور وإخراجات العيد، لأنه بدنا نخلص الباسبورات بأسرع وقت ممكن. ماشي؟ ولا مش؟ قومي يا بنت بديلك شوية. يا بنت يا بنت فكي كده، يا بنت رقصي كده، يا بنت فكي. خلاص تعالي انت، يلا يا حبيبتي رقصي، يلا يا بنت. ايه الناس دي؟ اتحن دحن عارف كويس ان انا مش متاكد بنسبه 100% من مشاعري ناحيه سمر. تاني حاجه انا مش هقدر افكر في الجواز وانا لسه قدامي حلم عايز اعمله، ان انا الم شمل عيلتي اللي كل شويه قاعدين في بلد دول. شوف يا ابني، انا اخر واحد في الدنيا دي ممكن ينصحك بالجواز، بس الاهم من الجواز الخلفه، واحنا في بلد شرقي زي ما انت عارف، الخلفه عندنا ما تجيش من غير جواز. يا خالد
الأولاد زينة الحياة الدنيا، وبعدين أنا لولا أن أنت موجود في حياتي معتبرك زي ابني بالظبط، أنا كان زماني اتجننت، لأن لازم الابن يبقى موجود في حياة أي راجل في سني عشان يبقى ظهر يتسند عليه. أنت عارف أن أنت بالنسبة لي مش مجرد واحد زي أبويا وبس، أنت صديقي وأخويا ومثل الأعلى وإنسان ما أقدرش أستغنى عنه أبدا. بس بقولك إيه، ما تقولش الكلام ده قدام أبوك أحسن يغير مني ويجي طين عيشتي. ها لا ما تقلقش، هو بيحبك زي واكتر كمان، وعارف انت ايه بالنسبه لي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش منك ابدا ابدا ابدا، ويديني طول العمر لغايه ما اشوف ولادك ويمشوا يزفوني وهما ماسكين في ديلي ويقولوا جده كامل جده كامل. يعني افهم من كلامك ده انك بعد كده عايز تفتح بيزنس في لبنان وتعيش ما بين القاهره ولبنان، صح؟ ايوه، اخواتي محتاجيني جدا وبابا بعيد عنه، وخلي راجل طيب بس افكاره غريبه كده وتحس ان هو غامض. يعني لين مثلا مش عارف، حاسس ان هي عندها مشاكل ايه انا مش عارفها، وخلود مقربه كده من شاب اسمه سعد بيشتغل معاه في الصيدليه، هو كويس بس فقير كده وناقم على الاغنياء، يعني مش مريحني، مش هو ده اللي اتمناه لخلود. يعني عايز اروح بقى احل كل المشاكل دي. طول عمرك عاقل وبتحلل الامور صح، بس قول لي حاجه مهمه جدا، هتتصرف ازاي مع سمر؟ والله انا شايف ان انا وسمر لازم نسيب بعض. ايه؟ زي ما سمعت، مش عارف، حاسس كده ان انا بظلمها معايا. ليش بالك؟ حدا بوشي؟ الولاد بهم شي؟ الولاد كويسين، شوية مشاكل في الشغل. نام انت يا حبيبتي. تعرفي صورة البنت دي؟ أكيد أكيد بعرف أيدي ماين، إحنا تربينا سوا بالضياع مع بعضنا. تعرفي رقم لأهلها في لبنان نتصل عليه؟ أكيد بعرف رقمها، هي خلت رقمها مع أهلها بلبنان، بس هي كمان بريئة والله، هي مخصة، هي كمان انضحك عليا مثلنا. قبلنا رقم، اكتبي بسرعة. طمني عنها، هي معنا هون هلا؟ لا. طب وين؟ احنا نتصل باهلها في لبنان عشان يجوا يستلموا الجثه. ايوه
صباح الخير يا ام ابراهيم. صباح النور. كم مره بدي اقول لك اللي بتاكل كعك بزعتر مش هون، سافرت. مش مشكله، خبي لي اياها، ما بدي منك مصاري. اخ يا صبرك يا ايوب. عم بحكي مع خلود. بتسلم عليك. أشرف شو فيك؟ في شي؟ لا، بورصة وقعت فجأة وخسرت مبلغ كبير. أنا أنت شو بدك بالبورصة؟ شغلك مشي كتير منيح، لشو هالمغامرة الخطرة هي؟ ليلى، أنت فاكرة إن المبالغ اللي أنا بكسبها دي بكسبها من شغل وبس؟ طب لعلمك بقى كل الأعمال الخيرية اللي أنا بعملها دي من أرباح البورصة. أنت بتعطي وبتعمل عمل خير، يعني بكرة ربنا رح يرتلك يهون أضعف وأضعف، كون أكيد. أنا مو مش مهم، الشغل عودني على النوع ده من الصدمات، لو حد غيري كان زمان نقلوه على المستشفى. بيد الشارع قلبك، ما تقول هيك. أنت كنت تتكلمي عن البنات. كنت عم بحكي معهم، حكيت معهم اثنيناتهم، وكمان جات حكيت مع خالد. تعرف شو؟ خلينا نرجع. انت زهقتي؟ لا مش هيك، بس انا حسيتك متضايق ومزروق بالشغل. انا هيك بقعد كم يوم بالقاهرة كمان، وبعدين بسافر على لبنان، شو رأيك؟ هلا بيني وبينك شهر العسل معك حلو، بس معك ومع خالد احسن بكتير. اشتقت له كتير. بجد بجد عايزة ترجعي؟ وانت عايز ترجع بجد بجد صح؟ يلا قوم طب غرادك. ظاهر خطيرنا وكبرنا على السفر وشهر العسل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس ما تيجي تكلم في عروسة تقول العريسة وشهر العسل اختيار. بزمتك انا ختيار. ايه ختيار؟ طب عيني فينك كده؟ عيني فينك. انت عجوز عجوز. وانت زي القمر زي القمر زي القمر.
استني هنا 10 دقايق، سيادة وكيل النيابة مشغول. أنا بريئة. نحن ما قصدنا. نحن جينا نشتغل بالمعمل. كانت تقول تحية أرحى أمك. مصيبه يا دلي انا. هلا بتكون انتشرت الخبريه بتضيعها كلها، بكره جاي جت تنايه هونيك المصيبه كمان. لا لا بنتي بريئه، هيدي خبريه مش صحيحه، اكيد اشاعه. اشاعه؟ اشاعه وما هي ماتت؟ رايحين يجيبوا من المطار الجت امي، كيف تكون اشاعه؟ في مليون سبب لحتى الواحد يموت. بس ما هي ماتت لانه شرطه الاداب كانت لحقتها بتهمه الدعاره وزادت حالها لتهرب من الفضيحه. يا الله يا الله على بريئة. لا لا حكيت مع المركز مطرح ما موقوف الست ريم. الست ريم وكل البنات كانوا سهرانين بفيلا مع أكبر عصابة دعارة ومخدرات. حلو مش حلو؟ هودي هن المصريات اللي رايحة تجيبهم تنأمن مستقبلنا أنا وياها وتعمل لك دوياتك يا ست أم إبراهيم. مش معقول في شي غلط بالخبرية؟ أكيد ريم ما كانت عارفة لوين رايحة. عن جد؟ مش عارفة؟ لا نحن ما سمعنا صوتها على التليفون وعم تضحك وخبرتنا بحياة النعيم اللي عايشتها هونيك. لك يا أم إبراهيم، لك يا إبراهيم، ما بدي اسمع شيء عنا ولا عنكم، فاهمين؟ استر عرضك يا ابني، روح جيب منه رقم اختك حتى نحكي معه ونساعدها. عرضك؟ ليش تركت لها عرض الست ريم؟ وقالت معه حق، حكيت لها وكانت مبسوطه. بكره بكره ان شاء الله بتموت مثل ما ماتت معي وبتريحنا من صيت البقري. يا الله يا رب يا رب رجع لي بنتي يا رب. ثقيلك
كلي. انت شو جابك لهون وكيف صرت هيك؟ هيك؟ شو يعني هيك؟ لكون ماني عجبتك. لكي انا عايشه بمكان بياخد العقل، وبجي لهون بس كرمال اختفي كم يوم وما افتح العيون علي. على فكره اشتريت البيت اللي جنب بيت اهلي يلي اخواتي حرموني من حصتي فيها وشغلوني لفايه ببيوت العالم. هلا صرت لما بوصل على الضيعه ببوسوا ايدي وش وقفع. اهل الضيعه بيعملوا لي 100 حساب اول ما يشوفوني. على فكره المصاري هي الاساس يا توبريني. معك دولار؟ تسوي دولار. طيب شو بده يصير فينا هلا؟ رح تطلعوا براءة، ما تخافي، ما في شيء ضدكم. بتروحي بتجيبي باسبورك من عند الشرطة بترجعي لهون. أنا بقول لك ساعتها كيف تشتغلي لحتى تصيري مثلي. ولما تصلي على ضيعتك ولعند أهلك بيركضوا وبيبوسوا لك إيدك وش وقفا مثلي. أنا بس بدي براءتي. ما تزعلي حالك حبيبتي. كلي. كيفك يا ام ابراهيم؟ كيف بدي اكون يعني؟ نجيبه انت بتعرفي انه بنتي بريئه. بنتي ما كان بدها تروح، انت بتعرفي ما هيك؟ بنتي بريئه، بنتي ما بتعمل هيك. قولي انك مصدقه انها بريئه. انا مصدقه يا ام ابراهيم، مصدقه ومأكده كمان. لكن قولي للناس، قولي للناس يلي مصدقين. قولي لهم بكره بس ترجع بريئه باذن الله كلهم رح يندموا. ليكي انا، ليكي انا عم كفيله جاهزه. ليكي شو عم بعمل لها؟ هيدا خطيبه يلي مصدق بس يعرف انها بريئه قديش بده يندم وبده يجي يعتذر مني ومنا. ليش خليتيها تروح؟ ليش خليتيها تروح؟ ليش ما منعتيها؟ ليش؟ اليوم بتجيبوني وبتعادوني على هالباب المسكر وما حدا بيقعد يسمع. أنا لازم أحكي يا قلب، أنا لازم أحكي وأنت لازم تسمعوني. سيبيني روح، إني ما بعرف ليش، بس أنا ما بعرف وين هون. كوني بس قولي بدكم الرقم اهلي سحبتي. قولوا لهم انها ماتي. هيك بسوني. بتعرفوا مين هيك؟ عرفيني طبعا من زمان. كنا
تربيت انا وياه بنفس الشوارع ونفس البيوت. ايدي اختي ايدي اختي انا اللي لعبنا سوا وضحكنا سوا. يا اختي يا اختي كل عارفين تتاني وبتعمل ويمكن ماتي. مش انا اشوف انا فكركم مش بيتي هون. استنوني هنا شوي. أنا إنساني يا حرام. أنا إنساني. أنا كامل رشوان محامي. إذا أنت محامي دعيلك ساعدني. ما تخافيش أنا مش هسيبك. بس احكي لي يا حبيبتي.